ضر هذه العلامة تك أمام الجمل الصح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. Mark the correct statement with this sign and the incorrect one ones with this. لعب الأبناء كرة القدم في الأسبوع الماضي. لعب الأبناء. What? لعب. لعب مين؟ لعب. Plan. Play. الأبناء. Children. Okay. كرة القدم. Football. في الأسبوع الماضي. Last week. No. No, eh? Basketball. Okay. No. No, correct. دخل المدير المستشفى قبل ثلاثة أيام. دخل المدير مدير enter المستشفى hospital قبل ثلاثة أيام. Three days ago. Hmm. Is it correct? دخل المدير المستشفى قبل ثلاثة أيام. يوم أيام. سمع الأبناء الأخبار من الإذاعة القاهرة وإذاعة الرياض وإذاعة لندن. Is it correct? Correct, eh? Correct. الكتاب غلافه أصفر. The book, its cover is yellow. Wrong. بيت المديرة بين المسجد والمدرسة. Correct. Correct. الأم وجدت المكنسة. أم. أنا الأم وجدت المكنسة. وجد. Got. وجدت. وجد وجدت. No, no. She got it or not? Find? Oh, no, she didn't. No, didn't find. So this one found. This is wrong. أجبني الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على درس سابق. Answer the following questions. These questions are not based on the lesson. متى خرجت من الفصل؟ خرجنا بعد الدرس. بعد الدرس. خرجنا بعد الدرس. خرجنا بعد الدرس. أين ذهبتم بعد الدرس؟ ذهبنا إلى السوق. ذهبنا إلى السوق. We went to the market. من أي إذاعة سمعتم الأخبار؟ سمعنا الأخبار من إذاعة نيوز شانل. أني كرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ Did you play football or basketball? لعبنا كرة القدم. أنث الفعل في كل من الجمل الآتية. Change the فعل in each of the following sentences to feminine. أشربتم القهوة يا إخوان. This one. أشربتم. شربا. شربا. شربتم. You drank. Okay. This one. Saying to the male. شربتم. أشربتم القهوة يا إخوان. Did you drink coffee? Or friends, brothers. Okay, this one change to the female. Asharibtunna al-qahwata ya akhawat. Sharibtum, change to the female. Asharibtunna. Aqara'tum hadhihi al-majalla ya rijal. Change to Aqara'tunna hadhihi al-majalla ya يا نساء. يا نساء. Opposite of رجال. Yeah. أفهمتم الدرس الجديد يا أبنائي. Okay, change.
afaimtunna darsal jadida ya ya banati ya banati no binati banati ibnati ya banati abna banat mata kharajatum min ad-dars ya awlad mata kharajtunna min ad-darsi ya banat ya banat أسمعتم الأذان يا إخوان أسمعتن الأذان يا أخوات أرأيتم المدرس الجديد يا إخوان أرأيتن المدرس الجديد يا إخوات أخوان إخوات إخوات ها أخوات يا أخوات أمام كل جمل فيما يلي صيغتان الفعل اختر صيغة السيت وأكمل بها fill in the blank in each of the following sentences with the correct from form of the verb here you choose which one قرأتم أو قرأتن القرآن الكريم يا أبنائي قرأتم أو قرأتن يا أبنائي ابن جم أبناء so which one you want to choose أقرأتنا أبناء is female ها أقرأتم أقرأتم القرآن الكريم يا أبنائي متى من مكة يا إخوان رجعتم رجعتنا إخوان very easy one إخوان is basically a جم for أخ so it's رجعتم متى رجعتم من مكة يا إخواني وجوهكن بالصابون غسل واش واش غسلتم وغسلتن أغسلت because وجوهكن أغسلتن وجوهكن بالصابون did you wash your face with soap صابون in Arabic and Malaysian من أي إذاعة الأخبار يا بناتي سمعتم أو سمعتن سمعتن because بناتي من أي باب المسجد يا إخواني دخلتم أو دخلتن دخلتم because إخوان لمن نوافذ يا بناتي فتحتم أو فتحتن فتحتن because بنات بنات is plural for بنت plural for جم بنت بناتي means my daughters this one next send all exercise yourself you look I'm not reading okay from 6 you read and write all complete all exercise next week okay not reading now yourself you find out inshallah